السلام عليكم. السنة 36 للهجرة. نحن اليوم في السنة التي ستحدث فيها معركة الجمل وأول قتال إسلامي في عمر الأمة. قبل 6 أشهر من الآن كان كل من عبد الله بن الزبير وريحانتي رسول الله الحسن والحسين يتولون معا حراسة دار الخلافة، وقاتلوا جميعا كالأخوة وكتفا بكتف المتمردين، واختلطت دماؤهم وهم يذودون عن عثمان، فيما كان مروان بن عم عثمان متواريا عن الأنظار في مكان ما. أما اليوم فعبد الله بن الزبير الذي شرب وهو صبي صغير من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقاتل بجانب مروان بن الحكم ضد جيش فيه الحسن والحسين اللذين تسري في عروقهما دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضع من دم رسول الله ضد بضع من دم رسول الله. كيف حدث هذا في 6 أشهر؟ هذا سؤال مطروح منذ 14 قرنا، ولمدة 1400 سنة انقسمت الأمة ما بين فريق التبرير وفريق التزوير، ولا أحد من الفريقين يقدم إجابة حقيقية مقنعة لهذا السؤال. 1400 سنة وقلوبهم التي تتبع الهوى تعجز عن رؤية شبكة الرجل العنكبوت. الظروف التي تولى فيها علي رضي الله عنه الخلافة كانت ظروف فتنة عصيبة، فقتلت عثمان ومثيري الفتنة الذين زاد عددهم عن 2000 قد استولوا على أركان المدينة، والمجرمون رغم تفوقهم العددي الحالي كانوا في حالة رعب مما اقترفته أيديهم، وخائفين من المدد القادم إلى المدينة من بقية الأمصار والذي قد يصل بأي لحظة، فبدأوا يصعدون الأمور كي يشتتوا الأنظار باتجاه معارك جانبية وداخلية. وهنا يقدم لورنس الصحابة لشبكته حصاد السنوات التي قضاها في جمع البيانات، وهكذا تتشابك خيوط العنكبوت وتتشكل عدة فرق بين المسلمين، لكل منها رأي مختلف في مسألة القصاص من القتلة. الفريق الأول هو فريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي رأى تأجيل تنفيذ القصاص بقتلة عثمان والصبر حتى تستقر الأمور في المدينة، وكان معه في هذا الفريق بعض الصحابة كابن عباس وعمار بن ياسر والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. لكن تسارع الأحداث جعل بعض مثيري الفتنة يندسون في هذا الفريق، وعلى رأسهم الأشتر النخعي والغلاة من أتباع ابن سبأ وحتى بعض قتلة عثمان. والفريق الثاني هو فريق الجمل، ويضم عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. واندس فيه ويا للعجب مروان بن الحكم الأموي. وهذا الفريق بايع عليا بالخلافة، ولكنه استعجل في طلب القصاص من القتلة، واستطاع مثيرو الفتنة أن يجرهم إلى القتال مع علي في معركة الجمل التي انتهت بانتصار جيش علي. أما الفريق الثالث فضم معظم بني أمية أصحاب الدم، وترأسه معاوية بن أبي سفيان والي الشام، وانضم إليه عمرو بن العاص والي مصر. وهذا الفريق اشترط القصاص من القتلة قبل مبايعة علي، وجرت بينهم وبين جيش علي معركة صفين التي كاد أن ينتصر بها علي رضي الله عنه أيضا، لولا أن عمرو بن العاص أنقذ جيش معاوية فجعلهم يرفعون المصاحف على السيوف طلبا للصلح والتحكيم، فقبل سيدنا علي بالتحكيم. عند ذلك ظهرت الفرقة الرابعة وهم الخوارج الذين انشقوا عن جيش علي وكفروه لقبوله التحكيم، فقاتلهم أمير المؤمنين في معركة النهروان وهزمهم، ثم قتل على أيدي أحدهم. أما معظم الصحابة فاعتزلوا الفتنة وكانوا أحلاس بيوتهم. لكن دعونا هنا نتساءل، ألم يكن من المنطقي والبديهي أن يكون مروان بن الحكم الأموي إلى جانب فريق معاوية وليس فريق الزبير وطلحة؟ لماذا خالف عموم بني أمية ولم ينضم إلى فريق ابن عمه معاوية؟ وفي المقابل لماذا اندس أتباع ابن سبأ وبعض قتلة عثمان والأشتر النخعي في فريق علي بن أبي طالب تحديدا،
ولماذا انشق قسم كبير منهم وخرجوا على علي بعد ذلك، بل وقتلوه؟ من كان يوزع عليهم الأدوار؟ هل كل هذا حدث بالصدفة؟ كان كل من طلحة والزبير رضي الله عنهما قد طلب من علي رضي الله عنه أن يعينهما واليين كي يجمعان له العساكر لأخذ القصاص من القتلة الذين كانوا لا يزالون معتصمين في المدينة في ذلك الوقت. فلما لم يستجب لهما بالسرعة المطلوبة التحقا بمكة المكرمة، وصادف أن كانت السيدة عائشة رضي الله عنها هناك بعد أدائها فريضة الحج، حيث آثرت البقاء في مكة بعد وصول الأخبار بمقتل عثمان، فأقنعها طلحة والزبير بالانضمام إليهما كي يستنفروا الناس ويجمعوهم لأخذ القصاص للخليفة الشهيد المقتول ظلما وعدوانا. وتحرك معهم 700 رجل من أهل مكة والمدينة على رأسهم عبد الله بن الزبير، ثم انضم إليهم مروان بن الحكم وبعض المؤيدين الذين وجهوا أنظارهم للذهاب إلى البصرة تحديدا كي يحثوا أهلها على مساعدتهم في معاقبة قتلة عثمان، وزينوا لطلحة والزبير فكرة الاستعانة بأهل البصرة. وربما كان هذا هو خطأ فريق طلحة والزبير الوحيد، لأن البصرة في ذلك الوقت كانت هي بؤرة الفتنة، فقد كان أتباع ابن سبأ قد نخروا فيها قبل سنوات. فانقسم مجتمع البصرة إلى قسمين، قسم وقف مع الخليفة الشرعي علي، وقسم آخر تعاطف مع طلحة والزبير وعائشة. فقام هؤلاء بالاستيلاء على البصرة والانقلاب على والي البصرة الذي عينه علي رضي الله عنه، وزج في السجن. لكن طلحة والزبير وعائشة لم يكونوا يريدون أن تتطور الأمور إلى هذا الحد، فتدخلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأطلقت سراح والي البصرة الموالي لعلي. وبدأ طلحة والزبير وعائشة بعد ذلك إرسال الرسل إلى أهل الشام وأهل اليمامة وأهل المدينة لحثهم على إقامة حد الله على قتلة عثمان. عندها قرر علي مغادرة المدينة والاتجاه نحو الكوفة لتكون مقرا له، وكان قد أرسل إلى واليها أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لتجهيز الرجال للقضاء على الفتنة في البصرة. لكن أبو موسى تحفظ على طلب علي، لأنه كان يرى أن تجهيز الرجال سيوقع المسلمين في فتنة أكبر، فطلب أبو موسى الأشعري من الكوفيين أن يغمدوا سيوفهم ويقبعوا في بيوتهم. عند ذلك تجاوز علي أبا موسى الأشعري وعزله، وأرسل ابنه الحسن وكون جيشا منها بلغ تعداده 20,000، ثم اتجه صوب البصرة وأرسل القعقاع كي يتفاوض مع الزبير وطلحة وعائشة، فعرض عليهم لما شمل الأمة. وأبدى فريق طلحة والزبير مرونة كبيرة، فعاد القعقاع إلى علي وقد نجح في مهمته، وأخبر عليا بما جرى معه، فأعجب بذلك وأوشك القوم على الصلح. لكن في اليوم التالي يشتعل القتال على غير اختيار من علي رضي الله عنه، وعلى غير اختيار من طلحة والزبير رضي الله عنهما، ويقتل في المعركة خيرة الصحابة من الطرفين، وعلى رأسهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، اثنان من المبشرين بالجنة، ويجرح عبد الله بن الزبير. وينتصر سيدنا علي في المعركة التي لم يختارها انتصارا مرا، ويبكي بحرقة على الزبير وطلحة وقتلى المعركة من الجانبين، وقد بلغوا 15,000 قتيل من المسلمين. ويعطي الناجين من جيش الأخوة الخصوم الأمان، ويرفض استحلال أموالهم، فتخرج نواه حركة امتعاض من ذلك العفو تسري في نفوس بعض شيعته، فيقولون: كيف يحل لنا استحلال دمائهم ولا تحل لنا أموالهم؟ ثم يأمر علي رضي الله عنه بحراسة السيدة عائشة رضي الله عنها حتى تعود إلى المدينة. أما مروان بن الحكم فيخرج من المعركة بأقل قدر من الأضرار ويعود إلى المدينة. كيف حدث هذا ولماذا؟ للحديث بقية. أحباب محمد، فضلا لا تنسوا دعمنا بالانتساب للقناة ومشاركة الفيديو وترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم.